امتحان على الوحدة الأولى، فهنراجع كده الإجابات مع بعض. أول سؤال بيقول لي: ما اسم الظاهرة الحادثة الموجود بعد اجتيازها الحاجز في الشكل المجاور؟ فطبعا ده الشكل بتاع مبدأ هايجنز، وكان بيفسر ظاهرة الحيود. يبقى الإجابة رقم B، الحيود، والمبدأ مبدأ هايجنز. طيب: أي الأشكال التالية لا يتوافق مع نموذج الإشعاع الضوئي؟ فطبعا نموذج الإشعاع الضوئي اللي بيقول إن الأشعة الضوئية بتسير في مسارات مستقيمة، ولما بتقابل حاجز بتتفاعل معه، ولكن تظل تسير في خط مستقيم. فطبعا الشكل اللي مش بيوافق النموذج الضوئي، نموذج الإشعاع الضوئي، اللي هو رقم دي، لأن هو انعكس بشكل منحني مش خط مستقيم. كل ما ازداد الطول الموجي للضوء اللي بينتقل في الهواء، فإنه احنا عارفين ان الطول الموجي بيتناسب مع التردد عكسي، فطبعا هيقل تردده. طب حد هيقول لي الطول الموجي بيتناسب مع السرعة طردي، هقول له السرعة لا تتوقف الا على نوع الوسط. لو نوع الوسط اتغير فنبدأ نتكلم، لكن طالما بينتقل في الهواء ومازال في الهواء فالسرعة مش هيحصل لها حاجة، فيبقى يقل تردده. مصدر ضوئي نقطي شدة إضاءته 64 كندل، يعني هو مديني الآي ب64 كندل، ومديني على ارتفاع 3 متر فوق سطح المكتب، يعني مديني بعد الجسم عن المصدر. ما الاستضاءة بوحدة اللوكس؟ في قانون بيقول إن الإي بتساوي آي على آر سكوير، ف64 على 3 سكوير، 64 على 3 سكوير، 64 على 9 هتساوي 7.1. فالإجابة 7.1 لوكس. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول: من الشكل المقابل احسب شدة الضوء I2 النافذ من المحلل، وبعد كده شدة الضوء I3. فهنا هنحسب I2، فمن قانون مالوس بيقول ايه؟ I2 بيساوي شدة الضوء الصادر من المستقطب الأول اللي هو I1 كوزين تربيع الزاوية بين محوري الاستقطاب اللي هي 30. طيب وشدة الضوء الصادر من المستقطب الثالث هتساوي شدة الضوء اللي جاي من المستقطب الأول كوزين تربيع الزاوية ما بين محوري الاستقطاب. الأولاني كان عامل كده، التاني عامل معاه زاوية 30، التالت أفقي، فأنا عايز الزاوية ما بين محوري الاستقطاب الأفقي واللي قبله اللي هي عبارة عن كام؟ عبارة عن 90 ناقص 30، حتى هو مسهلها عليا وجايبها لي في الرسم اللي هي 60. طيب هنشوف الإجابات كلها جايبها كلها بالنسبة لI1، فأنا هشيل الI2 دي وأحط قيمتها، فالI3 هتساوي I1 كوزين تربيع 30 كوزين تربيع 60، وأجيب الI1 بتساوي كام والI3 بتساوي كام. فكوزين تربيع 30 كوزين 30، وخلي بالكم بقفل القوس وحط التربيع، ما حطش التربيع على 30، فهتطلع ببوينت 75. يبقى ديت ببوينت 75 I1، والI3 هضرب كوزين تربيع 30 في كوزين تربيع 60 ببوينت 19 I1، يبقى I2.75 I1.19، يبقى هتبقى الإجابة رقم B، 0.75 و0.19. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول: التدفق الضوئي اللي بيسقط على مساحة مقدارها 1 متر تربيع من السطح الداخلي الكرة نص قطرها 1 متر، دوت عبارة عن تعريف شدة الإضاءة. أمال إيه تعريف الاستضاءة؟
لو ما قاليش نص قطر الكرة اللي هو 1 متر يبقى الاستضاءة. أول لما يقول لي كرة نص قطرها 1 متر حدد لي نص القطر اللي هو الار بقت بي على 4 باي، لأن الار بقت بواحد فكأنها مش موجودة. البي على 4 باي اللي هي الاي اللي هي شدة الإضاءة. طيب للتحويل من وحدة الكندل لوحدة اللومن، الكندل اللي هي وحدة شدة الإضاءة واللومن اللي هي وحدة التدفق الضوئي، فعايز أحول من لومن من كندل للومن، هعمل إيه؟ بضرب في 4 باي، الكندل بيساوي اللومن على 4 باي، فعشان أحول من كندل للومن يبقى اللومن بتساوي كندل في 4 باي. طيب السؤال اللي بعد كده، أي الآتية علاقة صحيحة لاستضاءة كل من الشاشة 1 والشاشة 2 في الشكل المجاور؟ طيب استضاءة الشاشة 1 بتساوي بي على 4 باي ار 1 سكوير، اللي هي بي على 4 باي 16 سكوير. طيب مش انا عندي البي ثابتة، المصباح هو اللي بيضيء الاتنين الشاشتين، فمعنى كده ان الاستضاءة بتتناسب عكسيا مع الار تربيع. يعني ايه تناسب عكسي؟ يعني ايه 1 على 2 يساوي ار 2 تربيع على ار 2 على ار 1 سوري تربيع. ونعوض، انا عايز اجيب علاقة ما بين اي 1 والاي 2، فعوض عن الار، الار 2 اللي هي الشاشة 2 البعد بتاعها ب8، الار 1 اللي هي 16، ف8 2 يعني نص تربيع يعني بتساوي ربع، يعني الاي 1 بتساوي ربع اي 2 او الاي 2 بتساوي 4 اي 1، واشوف انهي اللي عندي في الاجابات، فهلاقي ان اللي عندي ان الاي 1 بتساوي ربع اي 2 اللي هي الاختيار سي. وفعلا كل ما المسافة زادت كل ما الاستضاءة قلت، فالاستضاءة هتقل للربع. طيب السؤال اللي بعد كده، بيظهر الرسم بيان المجاور تغيرات الاستضاءة على حاجز وتغير البعد بينه وبين المصدر الضوئي، أي من الآتي صحيح؟ نفس الكلام، الاستضاءة 2 أعرف هي كان البعد بتاعها كام، بقوم ماشي من عند الاستضاءة لغاية ما أخبط في المنحنى وانزل على الآر، فهلاقي إن هي كانت البعد بتاعها R، دي كده الاستضاءة 2. طيب الاستضاءة 1 همشي لغاية ما اخبط في المنحنى وانزل، هلاقي ان هي كان البعد بتاعها 2R، فتعالوا نشوف برضو بنفس الطريقة، U1 على A2 يساوي R2 على R1، طبعا الكل تربيع، يا اما تربيع على تربيع يا اما الكل تربيع، يبقى E1 على E2 هيساوي الار 2 بكام؟ بار، والار 1 بكام؟ باتنين ار، الكل تربيع، الار راحت مع الار يعني نص تربيع يعني ربع، فبرضو ان الاي 1 بتساوي ربع الاي 2، او ان الاي 2 بتساوي 4 اي 1. ايه اللي موجود عندي؟ الاي 1 بيساوي ربع اي 2 اللي هو الاختيار A. وفعلا هنا كانت المسافة زادت وبالتالي الاستضاءة لازم تقل، فهتقل للربع. طيب ما لون الضوء الناتج من تراكب الازرق والاخضر؟ بيبقى السماوي رقم A. لو محور مرشح استقطاب ثاني يصنع زاوية مقدارها 60، يعني مديني الثيتا بتساوي 60 مع محور مرشح الاستقطاب الاول، فما مقدار شدة الضوء الناتج من مرشح الاستقطاب الثاني؟ ده تطبيق مباشر على قانون مالوس،
لو شدة الضوء الناتج من المرشح الأول هي اي واحد، يبقى اي واحد كوزين تربيع 60. كوزين تربيع 60 بكام؟ بربع، يبقى ربع اي واحد. يبقى الاختيار رقم دي. المسألة اللي بعد كده، علق مصباح شدة إضاءته 800 كندل، يعني الآي بتساوي 800 كندل على ارتفاع 16. يبقى المصباح اهو متعلق على ارتفاع 16 متر. أول حاجة عايز يحسب الاستضاءة عند النقطة ألف التي تقع تحت المصباح مباشرة، يبقى الآر عندي في أول مطلوب بتساوي 16 متر، فأجيب الاستضاءة بتساوي بي أو سوري آي على 4 باي، آي على آر تربيع. طالما مديني الآي والآر يبقى آي على آر تربيع، يبقى 800 على 16 تربيع. طيب في المطلوب التاني عند النقطة ب، فين النقطة ب؟ بيقول لي بتبعد عن ألف 12 متر. طيب هي الار دي عبارة عن ايه؟ الار اللي في القانون هي البعد ما بين الجسم والمصدر، يعني البعد ده. طب البعد ده عبارة عن ايه؟ انا عندي ده عمودي وده افقي، يعني زاوية 90، يعني فيثاغورس. فيثاغورس بيقول ان الوتر بيساوي مجموع الجذر بتاع مجموع مربعي الضلعين. يبقى الار بتساوي جذر 16 تربيع زائد 12 تربيع، وهقسم 800 على جذر الار تربيع اللي هي جذر 16 تربيع زائد 12 تربيع الكل تربيع، فالتربيع هيودي الجذر، فهقسم 800 على 16 تربيع زائد 12 تربيع. يبقى في الحالة الأولى 800 على 16 تربيع هتطلع لي بتلاتة بوينت 13 لوكس. وفي الحالة التانية الآر عندي اتغيرت، جبتها من فيثاغورس، يبقى 16 تربيع زائد 12 تربيع اللي هي 2. يبقى الاختيار اللي هيبقى عندي اللي هو 3 و13 و2 لوكس، اللي هو الاختيار رقم سي. أي من الآتي يعبر عن رصد مراقب لضوء قادم من مصدر بطول موجي مغاير عن طول الموجي الحقيقي للمصدر؟ فدوت طبعا انزياح دوبلر. أي من صفوف الجدول يخص كوكب زحل والنجم القطبي؟ الكواكب معتمة فهي أجسام مستضاءة، لكن النجوم مصادر مضيئة فهي إضاءة. فالاختيار الصح بالنسبة للاتنين هو الاختيار رقم دي، الكوكب استضاءة والنجم إضاءة. ينتشر ضوء تردده اف في وسط ما، ايه اللي بيمثل الرمز اكس في المعادلة دي؟ احنا عارفين ان المعادلة هو حاطط لي سي على اف، فمعنى كده ان ده بيساوي الطول الموجي، الطول بيساوي السرعة التردد، فالاكس ديت هي عبارة عن طول موجة الضوء في الوسط اللي هو سي. ما مصدر الضوء الاكثر فعالية؟ مصباح كهربي البي بتاعته بألف لومن، ولا مصباح كهربي شدة الاضاءة بتاعته 100 كندل؟ طب هل انا ينفع اقولك انت طولك 100 سنتي، ولا طول واحد تاني طوله نص متر؟ هل ينفع نقارن؟ ما ينفعش، لازم احول الاتنين لوحدة واحدة. فيا اما احول اللومن لكندل، يا اما احول الكندل للومن وتعالى نقارن. فاحنا بنقول ان الاي بتساوي بي على 4 باي، فالبي هتساوي 100 كندل
في 4 باي عشان احولها للومن واقدر اقارن. فلما اضرب 100 في 4 باي هيطلع لي 1253. 1253 ولا 1000 لومن، فطبعا اللي شدة اضاءته 100 كندل هو اللي هيبقى اقوى او اكثر فعالية، يبقى 100 كندل. طب في الشكل المجاور بينفذ ضوء من المرشح واحد بشدة 50 وات، يعني مديني الاي واحد 50 وات لكل متر تربيع. احسب شدة الضوء النافذ من المرشح التاني. نخلي بالنا الاي 2 بتساوي اي واحد كوزاين تربيع السيتا. ايه هي السيتا؟ هي الزاوية ما بين مرشحي الاستقطاب. طب المرشح الاولاني كان عامل كده، المرشح التاني عامل كده، ولكن هو مديني انهي زاوية؟ مديني الزاوية اللي عاملها المرشح التاني مع الافقي. هل دي تلزمني في حاجة؟ لا، انا عايز الزاوية ما بين مرشحي الاستقطاب اللي هي الزاوية دي. طب دي كلها ب90 ودي ب70، يبقى ديت ب20. يبقى نخلي بالنا ان السيتا ديت هتبقى ب20، وعوض عن الاي واحد بقيمتها اللي هي 50، ونعوض 50 كوزاين تربيع 20 ب44.2. برضو وات على متر تربيع. يبقى نخلي بالنا من حتة الزاوية دي، هو بيجيب لي في الرسمة زاوية بس ممكن مش دي اللي انا محتاجها. اي من التالي غير صحيح؟ الصبغة الاساسية هي الصبغة اللي بتمتص لون اساسي واحد وبتعكس لونين تانيين، ده صح. الصبغة السنوية اللي بتمتص لونين وتعكس لون، الالوان السنوية هي الالوان الاساسية للاصباغ، الالوان الاساسية هي الاحمر والاخضر والازرق للاصباغ، لا، الالوان الاساسية للاصباغ هي الاصفر والارجواني والازرق الفاتح. يبقى رقم دي هو اللي غلط. يتحرك نجم مبتعد بسرعة 3×10^7، مديني السرعة، ويظهر ضوءه لملاحظين بتردد. يبقى ده الاف اوبزرف 6×10^14. كم يبلغ الطول الموجي للضوء المنبعث؟ يعني هو عايز اللمضة. اجيب اللمضة ازاي؟ من الاف اوبزرف هعرف اجيب الاف. اف بتساوي 1 موجب او سالب في على سي. طب هو بيقول لي بيتحرك مبتعد، اللي بيبتعد دوت معنى كده ان التردد بتاعه بيقل، فمعنى كده ان انا هستخدم سالب. عند الاف اوبزرف وعند الفي وعند السي هقدر اجيب الاف بتاعه المصدر، وانا عندي السرعه بتاعه المصدر. ما اعرفش اجيب اللمضه، اعرف اجيبها طبعا. اللمضه هتساوي ايه؟ في على اف. الفي اللي عندي ديت على الاف اللي هتطلع لي، واختار الناتج. لو سلطت ضوء ازرق على تفاحه حمراء، هو احنا شايفين التفاحه الحمراء دي ازاي؟ التفاحه الحمراء دي عليها ماده بتمتص الاخضر والازرق وتعكس اللون الاحمر، فانا اشوفها باللون الاحمر. ده لو سقط عليها ضوء ابيض متكون من التلاتة دول. طب انا بقول بسلط ضوء ازرق بس، فمعنى كده ان هي هتمتص كل اللون الازرق، فهل هينعكس على عيني حاجة؟ مش هينعكس حاجة، فتبدو باللون الاسود. في اي من الحالات الاتية يرصد المشاهد الضوء الصادر من مصدر ضوئي بطول موجي اكبر من الطول الموجي الحقيقي؟ الطول الموجي اكبر او انزاح نحو اللون الاحمر، فده معناها ان هو بيتحرك مبتعد، فهتبقى الاجابة سي، تحرك المصدر مبتعد عن المشاهد. دي كانت افكار مجمعة للوحدة الاولى كلها، افكار مهمة كلها وفيها من الهيكل وبره الهيكل. اتمنى تكون كلها واضحة.